سبعة يعني يا حب يا يعني. مهرجان كونوليا الدورة الثانية كونوليا سبعة عسلامة. أنا الدكتورة عزة دريسة مشاركة في فيستيفال كونوليا يوم الاثنين الجمعية فني رغم العلم. اليوم باش نحكيو شنو نعملو كي نلقاو في الشارع عبد فاقد الوعي. هاي باش نوريكم توا كيفاش باش نعملو. احنا توا نمشيو لقينا عبد فاقد الوعي نتاعو نهبطولو نعيطولو. اول حاجة مسيو مدام تسمع فيا ماهوش يسمع فيك. بعد ما يسمع قولو كان تسمعني شد يدي ماهوش قاعد يشد في يدي. بعد ما نشوفو انو هذا لا يتحرك لا يتكلم نشوفوه يتنفس ولا لا نهبطو عليه هكا نشوفو من خشمو فماش ينفس جاي ونشوفو كشو قاعدة تطلع والقفص الصدري قاعد يطلع ولا لا. القفص الصدري والتنفس ما فماش دوك عنا قدامنا عبد فاقد الوعي وما يتنفسش. اول حاجه لازمنا نعملوها ومن غير ما نضيعوا حتى وقت ان نبداو المساج كارديال. ثاني حاجه نعملوها نعيطوا لشكون يعاوننا امام يجيو يعاونوني باش واحد يكلم الاسعاف وواحد يبدا المساج كارديال وتبداو له مبعثه في المساج كارديال. ثاني حاجه تعملها في المساج كارديال تهبط على ركيبك هكا وتكون مستوي. بعد ما تهبط على ركيبك تشوف المريض نتاعك تقشعلو شعره لراسه التالي وتحط يديك. كيفاش باش تحط يديك؟ تاخذ الكعبه نتاعك هكا نتاع يدك الاولى تحط فوقها يدك الثانيه وتهبط على النصف الثاني القفص الصدري نتاع المريض نتاعك. لازمك تكون يديك مستويين لازمهم يكونوا عموديين على المريض وتبدا تعمل 30 ضغط على المريض دو فاسون كونتينيو ومتراسله ورا بعضه. ولازمك تحسب بالقوي باش ما تغلطش. تعمل 30 على بعضه ريتم قوي في عمق هكاك ابري 5 سنتيمتر. بعد ما تكمل 30 هذوما ورا بعضه تمشي للمريض اللي راسه مقشوع التالي سكر له خشمه وتعطيه زوز تنفسات اصطناعيه من عنده كيف من هكا. لازم حاجة مهمة على الاخر كي تعطيه التنفس الاصطناعي تثبت اللي كرشه وصدره طلعوا هكيك تعرف روحك اللي انت افيكاس. العملية هذية بعد ما تكملها تعاود مرة اخرى 30 ضغوطات هكا وتعاود تشوفوا النفس بتاعه من خشمه كما قلت لكم. هنا العملية هذية لازمها تتواصل لين يجيو الاسعاف. فما حاجة اخرى اللي هو يتسمى ديفيبريلاتور اوتوماتيك. مالوغوزمون في تونس ما عندناش منه برشا والا موجود كل شيء في كارفور وفي الايروبور. الديفيبريلاتور اوتوماتيك هذيا باش يعطي طاقه مغناطيسيه اصطناعيه باش تعدل دقات القلب للعبد. العمليه هذيا باش تتواصل لين يجيو الاسعاف. ان شاء الله نكون عاونتكم في الفيديو هذا. مهرجان كونوليا الدوره الثانيه واجب التعقيم باش نقعدوا في السليم.